الآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد. اجتياز 4 دراجات رباعية مزودة باللجات والحلقات بامتداد 6 أمتار. ورغم صعوبة الموانع فالأبطال لا يمنعهم مانع. الحفل الكريم، نشاهد أمامنا بيانا لمحاولة أحد الخارجين عن القانون الهروب واقتحام التمركزات، ونشاهد سرعة رد الفعل من رجال الشرطة. قام أحدهم بالتعلق لمفادات الخطر، وقام الثاني بأداء سقطة أمامية واقتحام الزجاج الأمامي، في حين تم استيقاف السيارة بإصابة إطاراتها. ومن يسار المنصة نشاهد ترجمة واقعية للتدريب على سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار اللحظية الطارئة. الحفل الكريم مع السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الصعوبة. اجتياز حواجز خطرة تمثلها مدرعة ضخمة وطلبة مزودة بالرماح. القفز من أعلى المدرعة وستة طلبة رافع الرماح. لياقة بدنية عالية امتزجت بالمرونة والشجاعة وتزداد الصعوبة جسامة. القفز من أعلى المدرعة وعشرة طلبة رافع الرماح. قوة قلب ورباطة جأش تبدو في وقت الشدة والبأس. اجتياز مانع تمثله المدرعة وستة عشر طالبا رافع الرماح. وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى المدرعة وعشرين طالبا رافع الرماح. أبطال يقهرون كل صعب، هؤلاء هم حماة الشعب. القفز من أعلى المدرعة وستة وعشرين طالبا رافع الرماح. قدرات بدنية فذة، هؤلاء الرجال عزمهم عزم الأبطال، يقتحمون الأهوال ولا يعرفون محال. وتتنامى درجة الصعوبة وتبلغ الخطورة ذروتها ويصل الأمر منتهى. اجتياز مانع تمثله المدرعة يعلوها طلبة مزودة بالسناكي وثلاثين طالبا رافع الرماح. عقيدة وطنية ترعاها عناية إلهية.